مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا العمل الدرامي المثير، حيث سنستعرض أبرز أحداث الحلقة المترجمة إلى العربية 404. لا تنسوا دعمنا من خلال وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة، كما ندعوكم لمتابعة الحلقة حتى النهاية للاستمتاع بكل تفاصيلها. تبدأ أحداث الحلقة بمشهد مثير بين الشخصية الرئيسية أورهون ورفيقتيه هيرا وعفيفة. كان أورهون في حالة من الاستياء والقلق، مطالباً إياهم بالكشف عن سبب صمتهم الغامض. كان واضحاً أنه مصمم على معرفة الحقيقة، حيث أصر على أن هناك شيئاً ما لا يتم الكشف عنه. حاولت عفيفه تهدئته، مشيرة إلى أن اتصالها بالطبيب كان مجرد إجراء روتيني للفحوصات الصحية، إلا أن أورهون لم يكن مقتنعاً بكلامها، فقد أعرب عن قلقه الشديد بسبب عدم تلقيه رسالة مهمة كان يتوقعها، مما زاد من توتر الأجواء. عندما طالب أورهون معرفة ما يجري بالضبط، أكدت له عفيفه أن الأمور بينه وبين الطبيب ليست من شأن أي شخص آخر، ثم غادرت المكان، مما جعل أورهون يشعر بمزيد من القلق والارتباك. في تلك اللحظة، قرر أورهون الاتصال بمساعده للقيام بتحقيق شامل حول أمر جيهون، معبراً عن رغبته العميقة في معرفة كل تفاصيل علاقته بهيراً. في مشهد آخر، نجد الطبيب يتحدث مع ابنه، محاولاً التأكد من سلامته ورفاهيته. في ذات الوقت، كانت هيرا تشعر بقلق شديد، حيث كانت تخشى أن يكشف الطبيب سرها. كما كانت عفيفه في حالة من التوتر أيضاً، إذ كانت تشعر بأن الأمور ستزداد تعقيداً إذا استمروا في البحث عن الطبيب. مع تقدم الأحداث، اكتشف أورهون أن هيرا وجيهون ليس لديهما أي صلة تربطهما، مما زاد من حيرته وشكوكه. بينما كان الطبيب يتحدث مع السلطانة، استمر أورهون في التفكير في الرسالة التي كان قد كتبها. في نهاية الحلقة، وبعد محاولات مستمرة من أورهون للاتصال بالطبيب دون جدوى، بدأ في البحث عن الرسالة التي تركها الطبيب. وعندما عثر عليها، كانت تعابير وجهه تعكس حالة من الصدمة والدهشة بعد قراءة محتويات الرسالة. شكراً جزيلاً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، ولا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو ومشاهدة الحلقة حتى النهاية للاستمتاع بكل تفاصيلها. نأمل أن نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.